فكك من الشوكه، فكك من الشوكه. احنا عملناها من شاتوك بملعقه. والله؟ اه. غمسها بالخبز عادي يعني. تحب اغمسها؟ غمسها بالخبز عادي يا ابو طه. يلا. طب والله طعم المكرونه القديم. وبسم الله بنضيف بهالطنجره من جوليا هالبصلات. هلا هلا. اول شيء بنضيف الملح. اوكي. طبعا هاي الباستا فيها لحمه. اوكي. بس هسه عاده شو بسوي البصلات بحطوا اللحمات. أوكي. لا. بنضيف بندوره. في كمان سر ثاني صغير. هذا كمان بده دبكه ولا بدون؟ لا بده دبكه هاي. بدك بهيجن. على طول بلحقه بايش؟ شوف قديش، طلع قديش، سكر. هي. حبيبات معدودة. حبيبات من السكر. نعم. حتى اعمل ايش؟ اعمل بالانس ابو طه. اه. والان ضروري اني اطبخ البندوره مع البصل والزيت. طعم البندوره مطبوخ هاي، رب البندوره مطبوخ زاكي ترى. ايوه. لما يعطيك الشويطه هاي تبعته. ايوه. يعني عليك. فلفل اسود. نعم. اللحمه شوف، طبعا عندي الباستا هون، استخدم اي نوع باستا، وانا عاده بالبيت ابو طه بحب استخدم هاي الباستا. طلع لي اياها. اه. ثوم ابو طه هون حاضر، ثوم كمان ملعقه كثير، اربع خمس حبات ثوم. لسه اللحمه ركز معي. ما نزلت لسه. لسه اللحمه بعد ما نزلت يا عيني. الان ابو طه ننزل باللحمات. يا عيني عليك ابو طه. حرك ابو طه. حوس 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 يا ابو طه. حوس حوس يا حليب حوس. ايوه في هاي المرحله يا ابو طه. ايوه شوف في عندي شوية زعتر، روح فيه. بنضيف النص وبنخلي النص. اوريجانو. اوريجانو. مرق دجاج باودر هيك، رشة صغيرة. بقول لك مكرونة مكرونة أيام البركة وراحة البال، بتقول لك أيوة. أيام البركة وراحة البال. شوية ريحان. بس مش الريحان اللي عندكم على البرندات، لا، هذا سام. ما تبقى من الزعترات. ما تبقى من الزعترات. تفضل. الغالي أبو طه أربع خمس دقايق. وبعدين على الطاولة مباشرة مش على الفرن. والاستوى اللي انا ما شعرتش فيه هون حاي هسه رح نكمل سواه. جميل جميل. طيب تحب ناخذ تعليقات كمان وانت بتحرك؟ يلا يلا. طب والله طعم المكرونة القديم. هذا هو. يلا مسكها. هذا هو بطاها. هذه على طول بطاها بتنزل بتنزل من هون على السفره، من هون على طول يعني ما مباشرة. ما تقعدوها استنيش هون وهون حرام عليكم. طعم القديم، طعم اللحم القديم